اخذ اخوي فيصل ابو جبل رئيس رابطه مشجعين النادي العربي او عضو رابطه مشجعين النادي العربي. يقولون اليوم في مشكله حصلت داخل استاد صباح السالم فيما يتعلق بغرفه المشجعين. تفضل يا اخوي فيصل. صبحكم الله بالخير جميعا. حياك نبي قبل لا تحر قبل لا تبتدي نبي قبل لا تبتدي نبي الشيله شيلنا الشيله. لا يبا شيء ماكو وقت. تفضل يا فيصل. هلا ابو علي هلا والله هلا. تفضل يا فيصل. والله يا ابو شيء اصبح على ضيوفك وانت متالق يا ابو سعيد. الله يسلمك. اللي حصل وياي انا طبعا رحت النادي. نعم. انزين امس. نعم. اساس كان في بادره من المجلس العرباوي مسوين شيء حلو حق اللاعبين وكذي، فرحت حالي حالي فروح اطالع يعني اشوف شنو الاوضاع. نعم. جيت ببطل غرفه الرابطه ما يتبطل، احط المفتاح ما يتبطل، ولا يجيني الحارس محمود كان يقول لي فيصل الغرفه احنا كسرنا القفل وبدلنا القفل، ليش؟ كان يقول والله اوامر من السيد عبد العزيز عاشور رئيس النادي. تفاجأت صراحة، قلت شلون شنو السالفة؟ ما أدري شنو السالفة. فرحت خذيت مشوار رديت مرة ثانية النادي على أساس كان الوقت مبكر، لقيت أبو سعود مع السفير الكرواتي، فقلت شنو خليني أنطره، انطرته، طلع عبد العزيز عاشور، هلا أبو سعود، كان يقول لي حياك فيصل، هلا والله شلونك؟ قلت له أبو سعود عسى ما شاء الله. كان يقول لا والله احنا يعني فتحنا خذينا الطول وعطينا المجلس العرباوي يعني شيء كذي يعني بيسوون بادره وكذي وهذا. قلت له زين كان يعني دقيتوا علي تكسرون الباب؟ كان يقول لا احنا بعد انا بسوي جرد يعني قصدي سويت جرد حق الاغراض. فقلت له اي اغراض؟ كان يقول الاغراض اللي بالغرفه سوينا لها جرد، قلت المحاسبين سووا جرد وهذه يعني الاغراض تنحط عهده بالنادي. كان اقول له بس مسعود ما يصير هذه اغراضنا من حسابنا. كان يقول لا هذه اغراضنا احنا. قلت له شلون اغراضك انت؟ كان يقول انا معطيكم فلوس. قلت له يا ابو سعود انت اعطيتنا دعم، كنا عندنا مايكات فيهم خلل ورحنا اشترينا مايكات، اما هذه العده واغراضنا اللي داخل من عمر عندنا يعني مو يوم وليله. انا ما بتكلم اي اشخاص ودعموا وكذي، لكن يوم قلت له كذي كان يقول لي خلاص شيلوا اغراضكم وشيلوا كل اغراضكم زين وخلاص. قلت له شلون يعني انت ما تبي رابطه ولا شنو بالضبط؟ يقول لا خلاص انت مو تقول عدتي. قلت له انا ما قلت عدتي، انت قاعد تقول تبي تحطها عده النادي، انت اللي قاعد تقول مو انا يا ابو سعود. الحين انا ماني فاهم لا في لا جمهور يا ابو سعود. قلت له كذي لا في لا في جمهور، والحين يعني الوضع اللي احنا فيه ان انت كسرت الباب وطلعت العده وسويت جرد واصلا ما في تشجيع ولا في حضور، ليش انت قاعد تكبر المواضيع؟ شنو في بالضبط؟ قل لي. اقول له ما في شيء، انا بجيب عده جديده وبس بخليها بالنادي عهده بالنادي وانتم شيلوا اغراضكم. طبعا انصدمت انا يعني كلام مو منطقي. قلت له اوكي مشكور يعطيك العافيه. جيت ثاني يوم يبتلوني تبتل هذا وطبعا شنو تفسيرك للموضوع فيصل؟ والله انت تفسيرك الشخصي. تفسيري الشخصي انه ما يبون رابطه، يبون يشتغلون رابطه جديده، هذا الواضح يعني اللي 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 يقول بيجيب لنا عده جديده ما يكسر بابنا يا ابو سعيد. انت جاي انت بتعطي عده جديده معناها شنو؟ انت جاي تعالي وين رابطه حياكم شنو عندكم ناقصكم اجيب لكم عده جديده؟ هذا المفروض اللي يصير يا ابو سعيد. نعم. لكن اللي شفته انا اعتبره صراحه يعني يعني نفس صراحه يعني على المجهود هذا مو تكريم حقنا، هذا يعني انت اقصيت كل الجهد والتعب. الشباب هذول اللي قاعد يشجعون يحبون النادي العربي، ترى احنا عرباويا نحب العربي يا ابو سعود، احنا ما نتبع احد، انا احب العربي دمي اخضر وانا صغير انا اشجع العربي. اعتزال محمد كرم انا على المدرج يا رجل، انا لحقت على جيل. انت اليوم تجي تعاملني معامله كذي ليش؟ يعني انا مستغرب، انا ما ابي اتكلم ترى ممكن تعطيني فرصه. يعني انا اليوم رجالات هناك رجالات في النادي العربي منهم ياسر ابل عبد الرزاق معرفي احد رواد ديوانيه صالح الملا علي جمال كاظمي جمال الكاظمي، رجالات وايد دعمتنا لكن ما حد قال احنا عطيناك احنا سوينا. لا يا حبيبي انا شايف خير لا تمن علي. انا الأمانة اقول لك انا الواحد احفظ ما عليه يعني كرامته. نعم
للامانه ابو سعود انا لما واحد صراحه لما قال لي كذي اعطيتك فلوس انا تضايقت صراحه قلت يعني معقوله كذي وصل امر فيصل لا وترى قال لك اعطيتك فلوس تعليقا على نقطتك انت قاعد تقول هذه عدتنا وقال لك انا اعطيتك فلوس ان انت تشتري العده هذا الرجل ما كان يا رجل ما كان الغز انه بيقول لك والله اعطيتك فلوس يبي من عليك يعني لا تاخذها بهالناحيه يا فيصل بن خالد يا رجل انا بعطيك اياها 250 دينار تجيب عده كامله حق رابطه لا اذا المكسر احنا ماخذينه ب 250 دينار ومنو اللي اعطانا اياه احد رواد الديوانيه صالح المله واحنا طبعا احنا ما نتكلم احنا بعد قطينا من جيبنا وانا اقول لك وسعود ما قصر ويانا يا وكم مره كرمنا بالعكس لكن اليوم شنو صاير بالنادي ما ادري طيب انا صراحه الرساله انا بس دقيقه فيصل 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 ترى ما عندي فيصل الحين دقيقه لان في اتصال ثاني والله لا فيصل رساله صغيره بوجهها حق اداره العربي يرحم والديكم لحظه فيصل خلي يقول رسالته خلي يقول رسالته تفضل يا فيصل تفضل اداره النادي العربي احنا جماهير نحب النادي العربي وانا اقول لكم انا وياكم تكفون ركزوا في المباراه الجايه وتركوا عنكم الامور الرابطه والامور هذه اللي ما لها داعي ركزوا خلونا ناخذ الدوري خلونا ننهض بالنادي العربي بس طيب